انا حبيت اقعد هالمؤتمر الصحفي حتى لي بكل تواضع اعرض انجازات وزاره الداخليه على عهده. معالي الوزير شربل، يعني عفوا من بعد اذنك، الك عين تقول انجازات؟ ما بعهدك كل شيء لورا كان. بس انا مستعد هلا فرجيكم البرهان انه انا اشتغلت كتير بهالوزاره. ايه برهان معالي الوزير، ما ورقه مش جايب معك. شو بدي بالورقه؟ اي ورقه؟ رح فرجيكم شيء اهم من الورقه. تفضلوا معي اذا بتريدوا شوفوا بعينيكم، تفضلوا اذا بتريدوا رح اعزلكم. قربت تنحل القربعه بعد الاخبار على الجديد.